طب بشري ولا طب اسنان؟ انتهت الثانويه العامه، مليون مبروك لاخواتنا. وجينا للسؤال اللي بيطرح نفسه منذ قديم الازل، ادخل طب بشري ولا طب اسنان؟ السؤال دايما ناس خسرت بعضها بسببه، وناس قطعت علاقتها ببعض بسبب السؤال ده. والحقيقه انا مش جاي اجاوبك على السؤال لان هو السؤال ملوش اجابه، انا هخليك انت اللي تجاوب على السؤال ده من خلال ان انا اعمل لك مقارنه كده بين الكليتين من خلال كام حاجه كده، وفي اخر الفيديو تقدر تختار الكليه اللي هتناسبك من خلال المقارنه دي، تمام؟ مبدئيا كده قبل ما نبدا، خدها نصيحه مني كده من اخوك، الكليه اللي انت هتدخلها تكون انت داخلها عن قناعه ومقتنع تماما بالكليه اللي انت داخلها، ايا كانت الكليه، مش بشري او اسنان بس، ايا كانت الكليه اللي انت هتدخلها تكون انت داخل ومقتنع تماما بالكليه اللي انت اخترتها، تمام؟ ما تكونش داخل بس انك بترضي والدك او والدتك، او انك شفت حد دخل الكليه فانت عايز تدخل وخلاص، او هي شهاده بتاخدها وخلاص لمجرد شهاده هتاخدها وتقعد، فلا، يعني الكليه اللي تدخلها تكون انت داخلها ومقتنع عن قناعه تامه انك مختار الاختيار الصح، تمام؟ انا دكتور علاء غزال، يلا بينا نبدا. اول حاجه هنتكلم عنها وهي سنين الدراسه. عدد سنين الدراسه في بشري 5 سنين وسنتين امتياز، وكان في كلام ان هم هيبقوا 5 سنين دراسه وسنه واحده امتياز، بس لحد الان لسه الكلام ده ما اتاكدش عليه، ولحد الان هم 5 سنين دراسه وسنتين امتياز، تمام؟ نيجي بعد كده الاسنان، بتكون 5 سنين دراسه وسنه واحده امتياز. وبالمناسبه سنه الامتياز دي ما تعتبرش دراسه، انت بتنزل فيها تدريب في المستشفى، وبيكون ليك راتب عليها كمان في الجامعات الحكوميه، بس بيكون راتب بسيط شويه، تمام؟ نتكلم بعد كده على الدراسه. ركز معايا هنا بقى عشان ما اجيش تحاسبن فيها بعد كام سنه. ناس كتير جدا يقول لك انا هدخل اسنان عشان مش هقدر على بشري، او عشان اسنان سهله شويه، والحقيقه دي اكبر غلطه انت ممكن تعملها، لان انت لو بتفكر بالمنطق ده فلا، ما فيش الكلام ده. اسنان مش سهله، انت بتدرس مواد من بشري بالاضافه عليها مواد تخصص اسنان اللي هي برده نسبيا مش سهله، بس الفكره ان اسنان بتكون اسهل شويه في النظر بتاعها عن بشري، بس في حته انك انت في اسنان الحاجه اللي بتدرسها بتشتغلها بايدك، فده بيسهل عليك النظر بتاعها شويه، تمام؟ كده نتكلم على التكلفه، هنلاقي هنا في نقطه تميز لبشري عن اسنان، لان بشري يعتبر مش مكلفه. على الجانب الاخر اسنان بنلاقيها مكلفه جدا، يعني ادواتها بدايه من سنه ثالثه ورابعه وخمسه كده، الثلاث سنين دول ادواتهم بتبقى غاليه جدا ومكلفه جدا. ده غير بعد كده انك بعد التخرج عشان تفتح عياده برده محتاج ادوات واجهزه بمبالغ اللي هي مش قليله، تمام؟ فدي هنا هنلاقي في نقطه تميز لبشري عن اسنان. نتكلم بعد كده على التكليف، والكليتين بيكون ليهم تكليف، التكليف بتاعك بيكون في المستشفيات او في الوحدات الصحيه، لكن على حسب قرار وزاره الصحه في الفتره الاخيره ان التكليف هيتم حسب الاحتياج، بمعنى ان الدوله مثلا محتاجه عدد معين من الاطباء، فمثلا في مجال البشري او في اسنان، فهيتم اختيار العدد المعين ده هو بس اللي هيستلم تكليفه، تمام؟ وبرده مش عارفين هيتم اختياره على اساس ايه، لكن القرار ده لم يتم التصديق عليه، هو بس كان مجرد اقتراح ولم يتم الرد عليه بالقبول او بالرفض، فلحد النهارده التكليف شغال للكليتين ولكل الدفعات، تمام؟ نيجي بعد كده نتكلم عن التخصصات، هنا برضه هنلاقي في نقطة تميز لبشري عن أسنان، لأن تخصصاتها واسعة شوية، هنلاقي في مثلا تخصصات كتير زي جراحة، زي بطنة، زي أطفال، زي عيون، وهكذا تلاقي في تخصصات أوسع عن أسنان. على العكس في أسنان إحنا كلنا بنتخرج بنشتغل نفس الحاجة، تمام؟ فبتلاقي المجال أوسع شوية في بشري إنك تخصصاتها أكتر شوية، تمام؟ في أسنان بعد كده أنت بتحضر الماجستير بتتخصص بقى في حاجة، بس دي طبعا بتكون بسنين دراسة زيادة بعد الكلية، فبتبدأ تحضر ماجستير في حاجة معينة زي مثلا تقويم، زي مثلا جراحة وجه وفكين وهكذا، بيكون في تخصصات دي بتكون بعد الكلية أنت بتاخدها بسنين زيادة غير سنين الكلية، تمام؟ نتكلم بعد كده عن العيادة، وهنا هنلاقي نقطة تميز لأسنان عن بشري. لان ببساطه عشان تفتح عياده اسنان انت محتاج زي ما قلنا 5 سنين دراسه وسنه واحده امتياز، تمام؟ بعد كده بتطلع تفتح اجدح عياده بعد سنه الامتياز مباشره. انما بشري الموضوع بيكون معقد شويه، انت بعد التخرج بتبدا تحضر ماجستير 3 سنين عشان تبدا تفتح عياده. نتكلم بعد كده على اخر حاجه واللي الكل بيبني مستقبله عليها، وهي المكاسب الماديه بعد التخرج، ودي حاجه انا مش هتكلم فيها، الارزاق بيد الله، وبس هنا بيكون في نقطه تميز شويه لاسنان عن بشري، تمام؟ وكده دي تكون اهم نقاط المقارنه بين الكليتين، اتمنى اكون قدرت افيدكم بحاجه. نصيحه صغيره بس كده من اخ ليك، اختار الحاجه اللي انت مايل ليها، اختار الحاجه اللي انت بتحبها، اختار الحاجه اللي انت عندك شغف ليها، لان دراسه الطب عامه مهلكه، فلازم انت تكون بتحب الحاجه اللي انت داخلها، بتحب الحاجه اللي انت بتدرسها دي، حابب الكليه وحابب المجال نفسه. فلو انت مجموعك جايب بشري وانت نفسك تدخل اسنان، ما تستخسرش المجموع بتاعك مثلا وتقول انا هدخل اسنان، او انك مثلا نفسك في بشري وتقول لا ده انا هدخل اسنان عشان اسنان سهله شويه، فلا، خلي اختيارك دايما للحاجه اللي انت حاببها والحاجه اللي عندك ميول ليها وعندك شغف انك تدرسها، تمام؟ في النهايه ادرس اللي انت بتحبه يا صاحبي، واستخير ربنا كده وتوكل على الله، وبالتوفيق دايما ان شاء الله في اللي جاي، بالتوفيق ان شاء الله.